وقد سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. الحديث بهذا اللفظ ضعيف، إنما الصواب الصلاة لوقتها. الحديث بلفظ الصلاة لأول وقتها أو في أول وقتها ضعيف سندا ومعنى، أما السند فلأنه على ما أذكر من طريق عبد الله بن عمر العمري مكبر الاسم مضاعف مصغر الرواية، وأما المعنى فإن النبي في اليوم الحار كان يقول أبرد أبرد، وفي العشاء كان يقول إنه وقتها بعد مضي شطر من الليل لولا أن أشق على أمتي. ولأنه معلوم لأنه إذا كان أول الوقت ما احتجنا إلى صلاة السنن، ولكن أحيانا السنة تصلى ونأخذ حقنا من الراحة، أو نصلي بدل الاثنين أربعا والنبي يضطجع بعد سنة الفجر، فلو كانت لأول وقتها ثابتة لبادرنا على الحال والتو. ولكن اللفظة الصحيحة والتي في الصحيحين الصلاة لوقتها، وفي بعض الروايات الصلاة على وقتها، أما في أول وقتها فليست في الصحيحين وليست في أحدهما وليست هي بالثابتة لما ذكر من علة الإسناد، والله أعلم.